تعالى بقى نروح لابننا محمد صلاح. محمد صلاح وكلام كتير دار في الفتره الاخيره على مساله ان محمد صلاح هيكمل في ليفربول ولا مش هيكمل في ليفربول، هل ممكن يلاقي نفسه في دوري مختلف الفتره الجايه زي الدوري الاسباني او الدوري الايطالي؟ كلام كتير. انت شايف وضع محمد صلاح في ليفربول ووضعه في الدوري الانجليزي عموما حتى هذه اللحظه عامل ازاي؟ يعني محمد صلاح هو ايقونات دلوقتي الدوري الانجليزي، هو وليفربول الاثنين متمسكين ببعض، ولكن هي الخلاف المقابل المادي او الراتب السنوي هيبقى عامل ازاي. محمد صلاح حاليا وصل لمرحله من النضج، ان الناس كانت بتتكلم يقول لك كان في فيديو لاحد المنظمات اللي هو كان يعني بيتعاون معاها واطفال بيسالوه، فواحد بيساله بيقول له انت هتروح فين بعد ليفربول؟ فقال له والله ما مش عارف، انا قاعد وما فكرتش في الموضوع ده. فالناس الصحافه حتى كانت ده بيقول تصريح عفوي او حاجه لا اراديه، لا هو صلاح اكيد قاصد يوصل مسج معين، لانه عارف ان كل كلمه بيقولها باي لغه في العالم هي بتوصل وبتوصل للاداره طبعا. فهو مسج ان انا مش عارف مستقبلي مع ليفربول، انا مبسوط ومكمل، ولكن انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. صلاح عايز يوصل اكبر استفاده ممكنه، وارد ان ده يكون التمديد اللي هو كاكستنشن للتعاقد الاخير، اللي هو عقده يخلص في 2023، ممكن لو اتمد 3 سنين كمان او 4 سنين كمان يكون ده اخر تمديد ليه مثلا بشكل كبير مع ليفربول. فهو عايز يوصل لاقصى استفاده ممكنه واعلى راتب ممكن يوصل له، خصوصا ان موجود زي كريستيانو رونالدو هو على سقف الرواتب طبعا في البريمير ليج، لانه بياخد مرتب كبير جدا. كمان في الفريق معاه فان دايك يعتبر حاليا بعد اعتقد التجديد هو اعلى من صلاح. فصلاح طبعا كونه ايكون لليفربول وواحد من اهم اللعيبه في العالم، وهو يعني هو مؤسسه زيه زي رونالدو وميسي، فلازم عايز الراتب بتاعه يبقى يعني حاجه كبيره زي الناس دي عشان خاطر ان هو يكمل في المسيره بتاعته. رونالدو راتبه هو الاكبر في الدوري الانجليزي اكيد، لكن هو متعكن باللي بياخده ده، لان هو عيني يعني ما شافش خير من ساعه لما جه. يعني مشكله زي طبعا. ما بنقول هي دي مشكله دايما، انت عندك نجوم ولكن هي مشكله اداره النجوم. فريق زي مانشستر يونايتد اكيد مستواه ما ينفعش ان هو لما يلاعب فريق زي واتفورد ايا كان ان هو يخسر 4، ده يبقى السهل بتاعه، ان هو يخسر 5 من ليفربول بسهوله، بعديها يخسر من سيتي، ان هو دايما يبقى الخساره دي حاجه سهله، خصوصا ان كل المنافسين حاليا في انجلترا او الجماهير حتى المنافسه لمانشستر يونايتد بتتكلم من خساره اقاله سولشاير، دي خساره بالنسبه لهم لان مش هيلاقوا مانشستر يونايتد في وضع أسوأ من كده. لا صحيح، بس بالنسبة لصلاح يعني يقال ان لو هو جدد فعلا مع ليفربول ده هيكون العقد الاكبر قيمه، بنتكلم في يعني في تاريخ الدوري الانجليزي، ما اعرفش برده الكلام ده سليم ام لا. اعتقد هو ممكن يبقى في تاريخ ليفربول، في تاريخ الدوري الانجليزي يعني ما اعتقدش. مين اعلى يعني؟ احنا لسه مش عارفين. لسه كريستيانو اعتقد هو اقل. كريستيانو بياخد 500,000 استرليني في الاسبوع تقريبا، او اقل اعتقد، اقل شويه، لان ممكن يكون فيها ضرائب. لا حرام، لا تاني اعلى، تاني 500 اصل يعني كريستيانو حياته يعني هو راجل 500 واحنا يدونا ال 10 اي حاجه اي حاجه هنبقى مبسوطين بيها جدا، كنا احنا الثلاثه يعني. بقول لك ايه، طب ما تطرح اسماءنا احنا الثلاثه كمدربين مرتقبين لمانشستر يونايتد. والله ايوه، شوف يا جماعه محتاسين، ما فيش غير زيدان لو نمسك مرافقين حتى نفضل قاعدين نمسك السوشيال ميديا عندهم بس. طيب كابتن ايمن، الارقام دي في اوروبا يعني حتى دلوقتي في تقنين، لكن انجلترا هي حاجه استثنائيه يعني، في اسبانيا حتى بيحاولوا يقللوا، عشان كده صلاح نفسه هو حابب يفضل مكمل في ليفربول، لانه عارف انه حتى عشان يروح انديه ثانيه في الوقت الحالي مش هيوصلوا له اللي هو محتاجه، وليفربول اعتقد هيوصلوا لمرحله وهيتمسكوا بيه يعني.